السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، عدنا اليكم من جديد. اليوم في هذا الفيديو غادي نعطيكم ملخص الميركاتو ديال اللاعبين المغاربه، بلاص اخبار عاجله مهمه جدا اللي غادي نبارطاجي معكم بالتفصيل التفاصيل، وكالعاده كلشي غادي يكون بالمختصر المفيد. لذلك بدون اي اطاله يلا نبداو على بركه الله، ونبداو مع بلال الخنوس اللي كنا خلينا البارح بانه كيتمرد على الفريق ديالو وما بغاش يتريني معاهم، حقاش عكسوا لي الانتقال لنادي ليستر سيتي، زاد ما بغاوش يقابلوا الوكيل والعائله ديالو ايضا، وهذا اللي كان زاد ازم الوضع بين اللاعب والنادي. وقلنا ايضا باللي النادي الانجليزي مازال المصارين باش يتعاقدوا معاه وكيستعدوا باش يتقدموا بعرض ثالث. ومع بارطاجيت معكم البارح الفيديو خرج خبر عاوتاني بان نادي جانك رفضوا ذاك العرض الثالث اللي تقدم به النادي الانجليزي واللي كان بقيمه 20 مليون يورو زائد 3 ملايين كاضافات، اضافه الى 10% من قيمه بيع عقد بلال مستقبلا. زعما ليستر فاش غادي يبيعوا لك الخنوس في المستقبل نادي جانك غادي تاخذ 10% من قيمه الصفقه. وهذا العرض كما قلنا حتى هو تم الرفض ديالو من اداره النادي البلجيكي. المهم الجديد ديال اليوم هو نادي جانك هما اللي قدموا لك هذه المره عرض لنادي ليستر سيتي بحيث طلبوا منهم 20 مليون يورو زائد 6 ملايين كمتغيرات لا بغيتو تاخذوا بلال الخنوس، بمعنى اجمالي الصفقه غادي يكون هو 26 مليون يورو. وهادشي اللي قلنا البارح قبل ما يخرج ساشا تافولياري بهاد التغريده على ان نادي جانك باغيين يبيعوا لك بلال بمبلغ 25 مليون، وها هو صاحبي تافولياري اكد وقال نفس المبلغ تقريبا اللي هو 26 مليون. المهم رد ديال اداره نادي ليستر سيتي كان هو تقديم عرض رابع لهاد المره يقدر ب 23 مليون يورو بلاس 2 مليون كاضافات زياده على 15% قيمه بيع الخنوس بلال في المستقبل. والحمد لله كان رد ايجابي من نادي جانك اللي اخيرا قبل هذا العرض، غير هو بلاص ديك 2 مليون اضافات اصبحت الان 3 مليون، اما مده العقد غادي تكون هي 4 سنوات. والمغربي ان شاء الله غدا اللي هو الاربعاء غادي يسافر الى انجلترا من اجل الخضوع للفحوصات الطبيه والتوقيع على العقود، يعني الحمد لله الصفقه تمت بنجاح حسب مصادر الصحفي ساشا تافولياري. وبهذا كتكون نهايه مسلسل بلال الخنوس نهايه مفرحه ايجابيه الحمد لله اللي بدينا معكم من احتزاز. وطبعا كمغاربه كنتمنوا ليه كل التوفيق ان شاء الله. ودابا ندوز عند بنجامي بوشواري اللي بزاف كيسولني علاش ما بقاش كيلعب مع الفريق ديالو وعلاش كيتم الاستبعاد ديالو من المباريات والى اخره. القصه وكالعاده داكشي غادي نعطي لكم بالمختصر المفيد، وهو المغربي بوشواري باغي يغادر ويبدل الوجه ديالو لنادي اخر، وحتى فريق سان تيتيان باغي يستغنوا عليه، يعني كما كيبان هناك توافق بين الطرفين. او بين قوسين بوشواري راه منذ اسابيع باش خدا قرار مغادرته لنادي سان تيتيان، غير هو المشكل اللي معطل مغادرته من النادي الفرنسي، وهو حد الان ما وصلوش عروض بزاف ومناسبه كذلك. المهم الوجهه القادمه ديالو غادي تكون يا اما في اسبانيا او ايطاليا، والدوري الايطالي كيبقى هو الاحتمال الاكبر والله اعلم واعلم. المهم عندما زدت بحثت مزيان في موضوع بنجامين بوشواري لقيت بلي مدرب نادي سان تيتيان خرج بتصريح على اللاعبين اللي غادي يستغنى عليهم، وذكر من بينهم الدولي المغربي بنجامي بوشواري اللي حاليا راه موجود في قائمه اللاعبين اللي غادي يغادروا النادي هذا الصيف، واللي مخلي سان تيتيان مستعدين يستغنوا لك على مجموعه من اللاعبين، وهي التعاقدات الجديده اللي قاموا بها في هذا الميركاتو الصيفي بحيث تعاقدوا مع 7 لاعبين جدد. او بين قوسين حد الان لعبوا لك ضد موناكو ولوهافر وخسروا الماتشات بجوج. عموما اي جديد على بنجامي غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله. ودابا ننتقلوا لعن سفيان امرابط للاحداث ديالو بدات تتسارع في الساعات القليله الماضيه. مبدئيا بعد القصه ديالو عارفين مزيان من احتلسه. اذا دخلوني شاف الجديد واللي كيقول وحسب الصحفي جارلوكا ديماريزو بتاريخ اليوم طبعا قال بلي نادي فنابخش اللي كيلعب فيه المغربي الاخر يوسف انصاري تقدم بعرض رسمي لنادي فيورنتينا من اجل ضم الدولي المغربي امرابط على سبيل اعاره مع خيار شراء بحال اللي طرا تماما وبالملي مع مانشستر يونايتد، بمعنى الهدف من خيار شراء هو بحال اللي كتقول غادي يجربوا واش غيستقل لهم مع الفريق، فلا قدموا سوى كبير غادي يتم تفعيل بند خيار شراء طبعا، اما لك العكس ما غاديش يفعلوا ذاك بند خيار شراء اكيد، وهذا البلان راه ماشي في صالح نادي فيورنتينا نهائيا. وما كنظنش انا غادي تقبل هذا العرض الا لكان بيع نهائي او على الاقل اعاره مع ايزاميت شيرا، لانه لا يعقل فيولا يطيحوا في نفس الخطا اللي كانوا طاحوا فيه مع المان يونايتد. ايضا طلع اليوم الصحفي الايطالي فابريزي رومانو كما كيبان لكم بالواضح وقال بلي نادي ايفرتون غير اليوم فقط تواصلوا لك مع سفيان امرابط، ولكن الصفقه تبدو صعبه جدا وللاسف ما عطانيش بزاف ديال التفاصيل. المهم كما قلنا القضيه بدات كتحرك عند سفيان امرابط بعد ايام قليله على نهايه الميركاتو. كالعاده اي جديد غادي نشاركه معكم باذن الله. اما عن اسامه الصحراوي اللي اخر مره كنا هضرنا عليه ودرنا تحليل تحركاته وقارنا ببعض اللاعبين المغاربه اللي كيلعبوا في نفس المركز ديالو، وتحديدا كنا قارنا او هضرنا على بن صغير الياس، وخرجنا انا ذاك بخلاصه انه صعيب بزاف يلقى بلاصه معنا في المنتخب بحكم اللاعبين اللي عندنا كزيزولي بن صغير اخو ماش الى اخره، وكنا طبعا شرحنا ذاك الشيء انا ذاك بالتفصيل التفاصيل. وهادشي بلا ما جبت لكم الاسماء الكبيره بحال زياش عادلي بوفال وحتى دياس اللي يمكن يلعب كجناح والقائمه تطول، اكيد الصحراوي غادي يلقى متاعب كبيره بزاف وصعوبات باش يدير بلاصه معاهم، وهادشي لاسامه يعيه جيدا طبعا، لذلك اختار السامر مع منتخب النرويج لحالي الاسم ديالو كما كيبان لكم متواجد مع القائمه ديالو. وبين قوسين كان شي خبر كتقول بلي مدرب النرويج استدعى اسامه الصحراوي بلا ما ياخذ الراي ديالو نهائيا. المهم باش ما نزربوش حتى نشوفوا اسامه الصحراوي يلعب معاهم بشكل رسمي، وديك الساعه غادي يكون عندنا كلام مهم ومهم جدا. وبين قوسين الصحراوي راه فايت لعب مباراه وديه مع النرويج. اما بالنسبه لي ولي شديره فكما تكلمنا في فيديوهات سابقه على انه قريب جدا من نادي اسبانيول، فها نحن ذا الصفقه تمت بشكل رسمي واللي هي اعاره لموسم واحد فقط، وللاشاره راه شارك معاهم في اول حصه تدريبيه اللي كانت اليوم، وخرج كذلك مدرب اسبانيول بتصريح عليه واللي قال فيه
الحرب شديرة إضافة كبيرة جدا للفريق. إنه يتميز بالسرعة في التحولات وقدرته على اللعب خلف المدافعين. لقد كان من الصعب جدا التعاقد معه. وهذا كان باختصار تصريح مدرب إسبانيول. وطبعا كمغاربة كنتمنوا له كل التوفيق إن شاء الله. أما عن المدافع أشرف داري اللي كنا هدرنا عليه مرارا وتكرارا بخصوص طبعا انتقاله لنادي الأهلي المصري. فحسب الإعلام المصري قال لك في الساعات القليلة القادمة غادي يوصل للقاهرة باش يخضع لفحوصات طبية قبل التوقيع بشكل رسمي على العقود. يعني هي فقط مسألة وقت ليس إلا. وإلى هنا غادي نقول لكم صافي وصلنا للختام. وخير كلامي ما قل ودل. وكالعادة كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلامة.